الجالية العربية والمسلمة في فرنسا لا تزال تعيش على وطأة هجوم نيس الإرهابي الذي وقع في 14 من تموز يوليو، إذ باتت تلك الجاليات في فرنسا تخشى من تفشي نزاعات الكراهية والفكر المعادي للإسلام، والذي من الممكن أن يؤدي إلى إشعال فتيل التوترات بين الطوائف المختلفة. رئيس المجلس الإسلامي الإقليمي صرح قائلا: المجتمع الإسلامي أصبح رهينة، والأعضاء الأكثر ضعفا من الجالية المسلمة في فرنسا هم أكثر قابلية ليستخدموا من أجل محاربة الإسلام. يبدو لي أن تحول هؤلاء الأشخاص إلى قنابل بشرية أمر لا ريب فيه. لم يسلم المجتمع الإسلامي من بطش الإرهاب، إذ أوقع الهجوم الأخير الذي كان منفذه مسلما أوقع 30 مسلما. الجالية المسلمة في فرنسا دانت الهجوم بشدة وطالبت بعدم المزج بين المسلمين الأبرياء والمسلمين المتطرفين. يجب أن ندافع عن أنفسنا ونشرح عدم انتمائنا لمثل هذه الهجمات. نحن جزء من المجتمع الفرنسي ونرفض الإرهاب. أنا شخصيا أشعر وكأنني الضحية الأولى لهذه الهجمات. أنا حزينة حقا. مباشرة بعد هجمات يناير العام الماضي، صرح الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند خلال حديث له أثناء زيارته لمعهد العالم العربي في باريس قائلا: المسلمون هم أول ضحايا التعصب الديني، والإسلام المتشدد والأصولية، ويتغذى الإرهاب الديني من عدم المساواة والفقر وعمليات التأثير. سكان قرية مساكن الصغيرة مسقط رأس محمد الحويج بهلال منفذ هجوم نيس تبرأوا من جريمته، وقالوا إنه بفعله ذلك شوه صورة قريتهم الصغيرة بل وبلدهم حتى، حيث صرح زوج شقيقته قائلا: ولا عقلته مش يعمل ضد الإسلام ولا ضد فرنسا ولا هو ضد نفسه. قال مرتي بنتي ضد ابنية تطفل عنده، لقال أمه، لقال فميته، لقال مساكنية كل تسمع اسم مشوم. بعد هجوم 14 من تموز يوليو، عبرت الجالية العربية والمسلمة عن جام غضبها مما ارتكب من جرائم باسم الإسلام، وفضلت أن تنأى بنفسها عن التعصب وتعلن انتمائها الكامل لفرنسا.